سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج مع الأسرة. الوقت مشاهدينا الكرام هو رأس مال الأسرة، هو المجال الذي تحقق فيه الإنجاز. الوقت بكل بساطة هو عمر الإنسان. نحتاج إلى إعادة بناء تصورات سليمة عن طبيعة الوقت، نحتاج إلى إعادة النظر في أساسيات تدبير الوقت. كل هذه الأمور سنتحدث عنها في هذه الحلقة التي اخترنا لها كموضوع أهمية الوقت في حياة الأسرة. أهلا بمن يشاهد، وأهلا بضيفي الكريم الأستاذ عبد الحليم الركراكي، وهو مستشار أسري وتربوي. أهلا وسهلا بك أستاذ. بارك الله فيك، شكرا على الدعوة الكريمة. طيب أستاذ عبد الحليم، يعني للحديث عن أهمية الوقت، يعني كل شخص يتحدث عن الزمن من منظوره، من المجال الذي يهتم به، إما من مجال الإنجاز، من مجال ديني. بالنسبة إليكم، ما المنطلق الذي سننطلق منه في حديثنا عن الوقت؟ نعم، دعينا أستاذ نبدأ اليوم من منطلق مختلف. عفوا، نعم. هو منطلق تاريخي. الآن إذا نظرنا في تاريخنا المجيد، كان أسلافنا كلما اجتمعوا في اجتماع لم ينصرفوا ولم يتفرقوا إلا بعد أن يخبر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ببضع كلمات. أحد هؤلاء الأسلاف وكان نابغة، كان متميزا في مجالات مختلفة، قال بأنه لو لم نتعلم في حياتنا إلا هذه الكلمات لكان كافيا لنا. هذه الكلمات ببساطة شديدة بشكل مباشر هي سورة من أصغر صور القرآن الكريم، هي سورة العصر. فانطلق إن شاء الله اليوم من سورة العصر. اختيار موفق بإذن الله. إذا انطلاقا من سورة العصر، سنعيد بناء تصور سوي وسليم بإذن الله عن طبيعة العصر، عن طبيعة الوقت. من خلال هذا التصور سنعرف بعد ذلك كيف نتصرف. إذا لنبدأ. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا وضعتم هذا هو الأساس؟ نعم. وكيف نفهم العصر؟ بطبيعة الحال خصنا نقول بأنه يعني تصرفنا وتفاعلنا مع الأشياء هو نابع من إدراكنا لها. أكيد. فكلما كان هذا للإدراك سليما صحيحا، كلما كان تفاعلنا بعد ذلك موفقا وسليما أيضا. فمزيان أننا ننطلق من هذه الصورة اللي هي كأنها الرسالة الوحي بالنسبة لنا فيما يتعلق بموضوع اليوم اللي هو الوقت. فمزيان طلقوا هذه الانطلاقة هذه. الآن والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآن إذا بغيت نتوقف مع العصر، بطبيعة الحال ما نلقاش معنى واحد، وإنما على الأقل نلقى ثلاثة المعاني. جيد. معنى أول اللي هو يدركه الجميع اللي هو العصر، يجمع على عصور اللي هي الأوقات أو الحياة، حياة الأفراد وحياة المجتمعات أيضا، فهذا يدركه الجميع. نعم. ثم معنى آخر وهو معنى قد يدركه البعض لكن يحتاج إلى تعمق أكثر، سندعه إلى وقت. نعم. لاحق خلال هذه الحلقة. الحلقة. ثم نعم. معنى ثالث، وهذا ربما معنى قد يكون جديدا بالنسبة لمجموعة من المشاهدين، هذا المعنى اللي نبغي نتوقف عنده بداية، معنى العصر. تنعرف الفعل نتاع عصر، يعصر. أكيد. عصرا، فهنا مصدر الفعل. فاش نقول كلمة العصر الآن المشاهد الكريم لعله حس بها، لعله يشعر بالوطأة ديالها، بالثقل ديالها، وتقول لي نعم أهل العصر أشعر بذلك المصطلح بهذا المعنى هذا اللي هو الضغط. نعم. فنحن معرضون باستمرار إلى ضغط، إلى هذا العصر الذي لا ينفك ولا يتوقف. الآن قد نتساءل ولماذا هذا العصر، ما منبعه، ما مصدره؟ هو نتيجة طبيعة الوقت في حد ذاته. فالوقت عنده ميزات تختلف عن باقي الأشياء. بطبيعة هذا الوقت مورد من الموارد. أكيد. ديالنا، لكنه يختلف عن باقي الموارد اللي عندنا. تقدر تكون عندنا نعم تقدر عندنا موارد أولية، مواد أولية، موارد أخرى، الموارد البشرية، لكن مورد الوقت يختلف. فبداية هذا الوقت لا نستطيع أن نتملكه، أن نملكه، لا نستطيع أن نوقفه، لا نستطيع أن نستعيد ما فاتنا منه، لا نستطيع أن نستحضر المستقبل إلى الآن لنستغله الآن، أيضا لا نستطيع أن نبيعه أو أن نشتريه إذا ما احتجنا إلى ذلك، لم نختر بدايته. نعم. ولن نختار نهايته، ولا ندري كم مدته يعني الحقيقية.
ثم أوقات الناس قد تختلف، وقتي أنا قد بدأ من لحظة، وقتك أستاذ قد بدأ من لحظة أخرى، سينتهي في لحظة أخرى، سينتهي وقتي في لحظة أخرى. كل هذه الأمور تجعل من الوقت ضاغطا وتجعله يعصرنا عصرا مستمرا لا منتهيا. ثم هناك أمر آخر، لا نستطيع أن نتنبأ بنهاية الوقت، لأنه لا توجد شروط موضوعية تجعلنا نتنبأ بنهاية الوقت. فقد تجد المريض لا ينتهي وقته، وقد تجد الصحيح ينتهي وقته. فكم من صحيح أو كم من كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فهذه هي طبيعة الوقت وطبيعة العصر. إذن طبيعة العصر لا نتحكم فيه، نقول بأن رأس المال هو الزمن، المجال الذي نصنع فيه الإنجاز هو الزمن، لكن الآن نلاحظ بأنه يختلف عن كل الموارد الأخرى التي نستطيع تدبيرها، نستطيع التعامل معها، نستطيع استثمارها. الآن نجد بأننا نحن نسير داخل هذا الزمن، لا نتملكه، لا نستطيع شراءه، لا نستطيع حتى تدبيره. فهذا الفهم للزمن بصفة العصر التي يتميز بها، كيف توجهنا إذا كنا لا نتحكم فيه؟ فلماذا نتحدث عن الزمن واستثماره بأي طريقة؟ ممتاز، دعيني قبل أن أجيب عن هذه الملاحظة المهمة لديك أستاذة أن أقول بأن هذه العملية العصر ليست سلبية تماما، لأن هذا العصر الغرض منه، نحن نعرف والجميع يعرف بأننا عندما نعصر الشيء نريد أن نستخرج عصارته، نستخرج أفضل ما فيه، نستخرج معدنه، نعصر الزيتون فنستخرج تلك الزيت التي تكاد تضيء ولو لم يمسسها نار، نعصر الفواكه فنستخلص عصيرها. أيضا الإنسان يتعرض للعصر من أجل أن يخرج أفضل ما فيه. فمزيان نستحضروا هذا المعنى. إذن هل هو فاعل في هذا العصر أو أنه يخضع لهذا العصر؟ هو بداية بالمعنى الأول هو مفعول، هو مفعول به، لكنه يستطيع أن يكون فاعلا إذا ما تحدثنا عن كيف نتعامل مع هذا الوقت. تحدث الأستاذ بأننا قد ندير الموارد الأخرى، صحيح، لكن الوقت شيء آخر. سنتحدث في الوقت لا عن إدارة الوقت بل عن إدارة الإنسان داخل الوقت. إذن هذا هو التصور السوي، نعم. ندير ذواتنا داخل الوقت ولا ندير هذا الوقت، لأننا لا نملك إلى ذلك سبيلا. جيد، ربما إذا وصلنا مع النص القرآني سنصل إلى أساليب أخرى. الآن وقفنا نحن كيف ندير هذا الوقت، هو وقت يعصرنا، هو وقت لا نتحكم فيه، لا نعرف بدايته ولا نهايته. ربما النص القرآني كي تكتمل الرسالة للإنسان، رسالة الوحي إلى الإنسان، سنواصل. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن هذا هو جواب القسم. وبالمناسبة عندما يقسم ربنا فللإشارة وللتنبيه إلى أن هذا الأمر مهم جدا، فانتبهوا له أيها المشاهدون أيها المؤمنون. إذن والعصر، فالعصر مهم كمعنى، لكن الجواب هو إن الإنسان لفي خسر. فكأننا الآن نتحدث عن خاصية، عن حقيقة، عن قانون يحكم الإنسان. قصري هو موجود، هو موجود، الوضع الطبيعي السوي، صحيح، هذا هو وضع الانطلاق. نقطة الانطلاق هي الإنسان لفي خسر، علمه من علمه، جاهله من جاهله، لكنه يعمل فينا بهذا الشكل. هذا ليس مسألة قلتم الانطلاق، هو وضع السوي للانطلاق. باللغة الإنجليزية والفرنسية نقوله باي ديفولت ولا باغ ديفو. إذن هذه الوضعية الأساسية، فهذه عند الجميع. أنا في وضع في خسر، أنت أيضا أستاذة في وضع في خسر، نعم. الآخرون في وضع في خسر. بطبيعة الحال تختلف هذه النسبة، يمكن في خسر 1% وربما قد يصل إلى 99% وغير ذلك من النسب، فهي نسبة تختلف من شخص إلى آخر. لكن الفكرة الأساسية اللي خصنا نحتفظ بها أنه هذه هي الوضعية البدئية لتبدأ منها. جيد، هي الوضعية البدئية، هي مسألة نوعا ما قصرية موجودة، صح. لكن ما مجال إرادة الإنسان ومجال تحكم الإنسان في الخروج من هذه المنطقة، من منطقة الخسر؟ ممتاز، خلينا نقول بأن هذا الخسر قد، حيت هنا ما تحدد ليناش الخسر بإزاء ماذا، فهو قد يكون خسر جسدي، خسر نفسي، خسر بالنسبة للأهداف، خسر بالنسبة للدنيا، بالنسبة للآخرة أيضا، فقد يختلف من شخصين إلى آخر، وقد يجمع بعض هؤلاء الأشخاص كل هذه الأبعاد متاع الخسر، خسر في الأهداف أيضا وعدم تحقيقها، نعم. فمزيان يكون عندنا هذه النقطة واضحة. الآن كيف نخرج من هذه الوضعية إذا، نعم، أردنا أكيد. كيف ننتقل أو نغادر منطقة الخسر؟ بداية خصنا نقول بأننا الآن
أو نقلل، نغادر المنطقة، يعني نقلل نسبة هذا الخسر. نعم، يعني تبقى النسبية، صح، لأن الإنسان صح غير صح كامل. نعم، يعني نقلصوا هذه النسبة هذه. فنبغي نقول بأنه نحن أمام أي خطر. الآن إذا شفنا بأنه هذه المعلومة الآن إن الإنسان في خسر بحال واحد الخطر داهم. نعم، لاحظوا بأن الإنسان لما يخبر بأن هناك خطر يتهدده، يمكن واحد الوحش جاي من خلف دياله، يمكن واحد الفيضان الماء جاي، يمكن واحد النار اشتعلت، فالإنسان يتصرف بثلاث طرق مختلفة. إما أنه يتسمر في مكانه فتفقد القدرة على الحركة من شدة الخوف. نعم، هذه وضعية. ثم وضعية أخرى أنه يهرب ينجو بنفسه، هذه وضعية أخرى. ثم وضعية ثالثة وهي أنه يواجه هذا الخطر. طيب، الآن فيما يتعلق بهذا المورد أو هذا الخطر اللي هو إن الإنسان اللي في خسر، عندنا ثلاثة الوضعيات. إذا نفسهم نفسهم أتوقع بأننا إما أن نتسمر وما نديروا والو، وغنتخلعوا نتخلعوا ونديروا لا فعل ونبقوا نتردد في مكاننا لا نبرحوا، وإما أن نهرب. كيف نهرب؟ نهرب هروبا نفسيا، أن نسوف. أو أشكال هو الهروب النفسي، التسويف. والهروب النفسي لأننا تنهرب من هذا الضغط الوقت، لكن أؤجل إلى الغد، أسوف إلى ما بعد الغد، وهكذا. هذه الطريقة، لكن لا يبدو بأنها الطريقة السليمة. وإما أن نواجه، فنواجه هذا الضغط، هذا العصر. والآن الآية الموالية ستعطينا الطرق والسبل من أجل مواجهة هذا الخطر. تعطينا الآليات والعصر. نعم، إن الإنسان لفي خسر إلا. إذن هذا الاستثناء هم الفئة التي اختارت الفعل. صح، لم تختار جانب السلبية. نعم، ولم تختار الهروب النفسي والتسويف، وإنما اختارت الفعل. فكيف ذلك؟ طيب، لأن إذا سألتك أستاذ وفاء، كم مضى من الوقت من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة؟ في نظر كم مضى من الوقت؟ أو تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. طيب، هل شعرنا بالعصر، بعملية العصر؟ أي عمل تقوم به إلا وتشعر، تشعر بالضغط أكيد. الآن سؤالي الآخر، هل شعرنا بأننا في خسر أم أننا تجاوزنا هذا الخسر ولم نقع فيه؟ لن نحكم. أنا سأقول لست في خسر في هذه الأثناء، لأني أقوم بمهمة أؤمن بها ورسالة أؤمن بها. طيب، هو هذا بالضبط، هو هذا الذي اقترحته علينا الآية الموالية، فقط لنا إلا الذين. وهنا ملاحظة مهمة جدا قبل التفصيل في هذه النقطة، هذه هو أننا انتقلنا من الإنسان الفرد المنفرد الذي هو في خسر لمفرده إلى الحل المتمثل في الجماعة. أنا كنت أتوقع بأننا ننتقل من إن الإنسان في خسر إلى إلا الذي بشكل مفرد. نعم، نبقى بنفس من باب مصر. تحمل المسؤولية الفردية، الفردية من باب. نعم، إرادة الإنسان وحريته في الاختيار. نعم، لكن تأتي الآية لتحدثنا عن الجانب. نعم، الجماعي. كيف تقرؤون الأمر؟ نعم، هو يمكن أن تقرأ بداية لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، هذا معروف. نعم، لكن أيضا بأننا ونحن نعمل بشكل جماعي تكون هناك روح أخرى مختلفة، ونحن نعمل بشكل فردي. يعني الجماعة قوة؟ الجماعة قوة حتما، هذه من جهة. ثم كل إنسان عمله الصالح عنده تصور خالص له. مثلا أنت يا أستاذة وفاء، ولا تكلمنا خدينا أي عمل صالح، نقول مثلا القراءة، قراءة الكتاب، فربما من تجربة ديالك تقول لنا بأن القراءة يفضل أنني نقرأ بالطريقة الفلانية في الوقت الفلاني بهذا الشكل، الكتب الفلانية. أكيد. أنا ربما نعطي رأي مخالف، الآخر ربما يعطي رأي مخالف. كل إنسان عنده ظروف معينة يتحقق. صح، فيها هذا الفعل أو العمل. صحيح، الصالح الذي وهو يقوم يبقى به. عمل صالح بطبيعة. نعم، الحال. لكن إذا ما اجتمعنا على هذا العمل الصالح سيقع تلاقع، سيقع تبادل فيما يتعلق بنفس العمل الصالح، وبدون شك أننا نخرج بعمل صالح أفضل. أكيد، يعني محسن. روح الجماعة تعطي. نعم، قوة أكثر للعمل، تعطي جودة، لأن عقل واحد. صح، ليس هو أكثر من عقل، أكثر من تصور. صح، أكثر من تجربة وخبرة. صح، في الحياة. وهذا قد يعني ينسحب على باقي الأمور والأعمال الصالحة، تربية الأبناء، العلاقة الزوجية، غيرها من الأمور التي قد نتحدث فيها الآن أيضا. فاش نتكلموا على الذين آمنوا وعملوا، يعني هذا المصطلح الجماعة، كاين أمور أخرى مهمة. بعض الأمور لا نستطيع أن ننجزها لوحدنا ونحن فرادى، وهنا غادي نحيلك وغادي نفتح هذا القوس ثم أغلقه إلى قصة موسى عليه السلام. لما كلف بتلك المهمة، اذهب إلى فرعون، طلب عدة أشياء، طلب 7 أشياء. أحد أو إحدى هذه الأشياء كان أنه طلب
أن يكون معه أخوه في هذه المهمة. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ريدا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فهنا هو انتبه إلا أن أخاه الآخر سيضيف شيئا لأنه له موهبة أخرى، لأنه متميز في جانب آخر ليس موسى متميزا عفوا فيه. فتميز هارون مع تميز موسى قدر تميز أفضل، هذه روح أفضل. الجماعة دائما والحس الجماعي. صحيح. طيب الآن لدينا الحل، نخرج بفكرة الجماعة أولا. نعم. صحيح. يعني للخروج من دائرة الخسر. نعم. ثم الذين آمنوا. نعم. وعملوا الصالحات. ممتاز. آمنوا بماذا وكيف يعني أساسيات لهذا العمل الصالح إذا أعطينا نماذج من الأسرة ونحن نتحدث عن وقت في حياة الأسرة؟ لأنه نحن نتحدث عن آمنوا، فبطبيعة الحال ما حددت لناش آمنوا بماذا، وهنا خلت لنا المجال أننا نفكر ونبذل الجهد. بداية آمنوا بهذه الحقيقة إن الإنسان لفي خسر. جيد. لأنك إذا لم تؤمن بهذه الحقيقة فلن تنبري للعمل، لن تقوم لتعمل. الآن إذا خدينا واحد الطفل ديالنا واحد التلميذ ديالنا ولا الابن ديالنا وقلنا له بأنك راه ولا ما خدمتيش هذا العام ولا ما قريتيش مزيان هذا العام فسترسب، ستكون في خسر. الآن يمكن ياخذ هذا الكلام ديالنا بأنه يمكن هاد الآباء والأمهات يضغطون علينا ويمكن يضحك مع الأصدقاء ديالو على هذا المعنى هذا. لكن بعد نهاية العام حينما تظهر النتائج ويلقى راسه بأنه لم ينجز ولم ينجح وأصدقاؤه الذين كانوا يجدون ويجتهدون نجحوا، هنا الآن سيؤمن بأن الذي لا يجتهد سيكون في خسر وبأن الذي يبذل الجهد سيحصل على النتيجة. إذن رأى الأمور حقيقة أمامه فآمن بها. نعم. علاقة هذا الأمر بالخروج من دائرة الخسر؟ بداية أننا أن نؤمن بأن الإنسان في خسر إذا لم ينتقل إلى العمل، فحيت إذا لم تؤمن بالشيء فلن تقوم لي تصلحه. نعم. فمزيان هاد الفكرة تكون واضحة. الآن إذا ما آمن بأنه هذا الطفل مثلا، خدينا مثال نتاع الطفل، أنه في خسر إذا لم يجتهد، ألقاه بأنه في العام الموالي السنة الدراسية الموالية سيقوم بالجهد وسيحصل النتيجة، فإذا لم يعمل فلن يكون إيمانه كافيا بهذا الحقيقة. نعم. إذا آمن بأنه عدم بذل الجهد يؤدي إلى الرسوب لكنه ما قامش ليعمل لتجنب الرسوب فما دار والو. جيد. إذن الأساس أن تؤمن بما تقوم به. نعم. من مآلاته من دوافعه. نعم. ثم بعد ذلك أن تعمل. نعم. لا يكفي الجانب أن يكون معتقدا. صح. ولا يكفي أن تعمل بدون معتقد أيضا، ستكون عشوائية. لن تكون هناك بوصلة وما يكونش الحافز أيضا. وما يكونش الحافز، حيث الإيمان هو اللي يدفعنا للعمل، فبالتالي لا معنى لعمل بدون إيمان سيكون باردا، ما يكونش عنده الحافز. ثم لا معنى لإيمان بدون عمل لأنه الإيمان، وهذا واضح. نعم. هذا كيوضح لنا في الجانب التعبدي نفهمه. صحيح. جيدا. الآن احنا خرجنا من هذا الجانب المرتبط بالشعائر التعبدية للأساس فيها الإيمان. فأي عمل عملته لما كنتيش مؤمن بالله كي ترتجي كي تتوجه إلى الله فيه فأكيد لن يكون العمل جيدا. وإذا إذا آمنت بالله ولم تتبع هذا الإيمان بعمل فالإيمان سيكون ناقصا. فهذه قاعدة جانب تعبدي واضح. نعم. نعم. لكن حاولتي تخرجها من هذا الجانب الضيق نعمل بها في الحياة عموما. صح. أن نؤمن برسالة التي نشتغل عليها ثم أن نعمل. أعطي مثالا آخر إذا حضرت أستاذة. لأن إذا لم أكن أؤمن بأنه تعلم أساليب التربية من أجل تربية الأبناء هذا أمر ضروري، وقلت كما يقول البعض بأنه يربيه ربي كما. نعم. يقال. نعم. وكما والدينا تاهما ما عرفوا يعني ما لم يبذلوا جهدا في التربية ديالنا وطلعنا مزيانين، هذا الاعتقاد هذا الآن لن يجعلك تبذل الجهد لتتعلم أساليب التربية الحديثة، وبالتالي غادي تبقى في أمور قد تصلح لي من سبق من أبناء وقد لا تصلح إلى هذا الجيل ليتعامل مع وسائل التكنولوجيا والفيسبوك والواتساب وغيره من الوسائل الجديدة. هذا مثال. جيد. إذن واضح جدا. إذن الإنسان ينبغي أن يؤمن بطبيعة العصر. نعم. بطبيعة الوقت. نعم. ثم أن يؤمن بما يقوم به للخروج من منطقة الخسر. نعم. أعطيتم نماذج من الحياة الأسرية وهذا شيء جيد.
إذا أردنا أن نكمل الآية أكيد سنجد رسائل هادية أخرى تكتمل بها الصورة ويكتمل بها التصور عن طبيعة العصر وطبيعة الإنسان. وعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ممتاز. قبل التواصي هناك ربط جيد حيث أشرت إلى أستاذة وذكرتني باب المناسبة أنه الآن إذا آمنت بأن الإنسان لفي خسر ياك هذا القانون هذا لن يكون ممكنا إلا إذا كنت تؤمن بمن أخبرك بهذا. أكيد. فبالتالي هذا مرتبط بالإيمان بالله. جيد. إذن يبقى كل عمل هو مرتبط بالإيمان بالله بداية. لن تكون الرسالة لها هذه القوة وهذا الثقل في الوحي إن لم تؤمن بأن هذا الوحي هو رسالة من الخالق وصحيح إليك. جيد. طيب نواصل الآن. وتواصوا بالحق وتواصل. قبل التواصي أحب أن أعطي مثالا على العمل الصالح. ما هو أول عمل صالح قد نقوم داخل به داخل الأسرة؟ نعم. أو أهم عمل صالح قد نقوم به الآن. قد يخطر ببالي الآن بأنه أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أكيد. طيب الآن لاحظوا على وقتها، فإحنا مرتبطين الآن بالوقت. نعم. إذا لاحظ الآن الصلاة. قبل ما نتكلم على الصلاة ونقول أمور تبدو لي مهمة في الصلاة، نقول بأنهم الأشياء التي تساعدنا على إدارة أنفسنا داخل الوقت بشكل جيد هو أن الوقت مقسم، ما خلاش الله سبحانه وتعالى هكذا مفتوح. فعندنا السنة وعندنا الشهر وعندنا الأسبوع وعندنا اليوم اللي فيه الليل والنهار، فهذا مهم جدا، هذا تيجعلني أشعر بالوقت. يعني مجال للتخطيط جيد منظم. منظم جدا، نقدروا نحسوا بأن هذه نعمة كبيرة، ولا مشينا منطقة مثل القطب الشمالي ولا غيره اللي تيبقى الليل 6 شهور أو تيبقى النهار 6 شهور، نحسوا بها مزيان. نعم. هذه مهمة النقطة. لأن الصلاة تأتي لتضيف لي تقسيما جديدا، فهي تتعاود تقسم لي هذيك اليوم اللي هي وحدة التقسيم اللي هضرنا عليها الآن قبل قليل. نعم. أصغر وحدة تقسيم. الصلاة تعيد تقسيمها بشكل آخر. إذن ماشي هي فقط أنها خاضعة للوقت، وإنما هي أساس لتدبير الوقت. هي معينة على تدبيرك للوقت ولتنظيم. نعم. تنظيم نفسك داخل الوقت. قلنا ماشي الوقت لندبره، وإنما ندبره ذواتنا داخل صحيح. الوقت. صحيح. إذن بداية الصلاة هي اللي تجعلني أنني أشعر بمرور الوقت. نتخيلوا الآن العكس، أنه ما كاينش أوقات الصلاة وأننا نعيش اليوم ديالنا بدون صلاة. بالنسبة للشخص الذي لا يصلي بالمناسبة كيف يشعر بالوقت في اليوم؟ إذن ظهر والعصر بحال بحال، المغرب والعشاء. نعم. بحال بحال، كيعرف النهار والليل فقط. نعم. الآن لا، الأمر مختلف، فحنا تنحسوا بالصبح والفجر، نشعر بالظهر. وهذا هذه الآن ليست عبثية، التواجد ديالها في الأوقات ليس عبثي، فهي مرتبطة بحركة الكون، حركة الليل والنهار مرتبطة ارتباطا تاما، مرتبطة بالضوء والظلمة والظل أيضا. نعم. في كل انتقال من مرحلة ظلمة إلى ضوء، أو من مرحلة ضوء إلى ظل، أو من مرحلة ظل إلى ظلمة مرة أخرى، ننتقل عبر الصلاة. هذه بداية. ثم هي مؤشر جيد. نعم. كي ذكرنا بالوقت دائما. نعم. إذا فأنت تكون في انسجام مع هذا الكون كامل والحركة ديالته، ثم تكون في انسجام مع داخلك، لأنها ترتبط بالساعة البيولوجية ديالك والإفراز الهرموني ديالك. في لحظة الفجر يكون إفراز هرموني معين يدعو إلى النشاط، في لحظة العصر يكون إفراز مختلف يدعو إلى الهدوء وإلى السكينة، وهكذا. إذن فهي مرتبطة بحركة الكون، مرتبطة بدواخلك بالإنسان. الآن هذا يجعلك تكون طبيعيا، تكون في وضعية مريحة لك، وهذا مهم للإنجاز، هذا مهم لننظم وندير أنفسنا داخل الوقت. لأن إذا خدينا مثال واحد اللي هو مثال نتاع الصبح مثلا، فصلاة الفجر عندنا الأدلة العلمية أو النقلية والعقلية أيضا تتقول لنا بأن صلاة الفجر تجعلك نشيطا. بالتأكيد. تتكون نفسك طيبة، وإلا أصبحت وأنت خبيث النفس كما جاء في الحديث. ثم تنعرف بأنه من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني عندك الاحتياج للأمان، وأنت لا تستطيع أن تنجز إلا وأنت تحقق ذيك الأمان. في غياب الأمان ما تقدرش تنجز، لن تدير نفسك داخل الوقت. ثم عندي المعلومة الثالثة اللي هي بورك لأمتي في بكورها، فعندي الآن البركة اللي هي المعنى متاع شنو؟ متاع الفعالية والنجاعة، لفيكاسيتي ولفيسيونس. نعم. فكأنني أنجز في الزمن القليل الشيء الكثير. فلاحظ الآن المعنى متاع الصلاة. ثم الصلاة تجعلني أبني عادة. شنو هاد العادة؟ هي العادة متاع ضبط نفسي مع الوقت،
وهذه هذا صعيب على النفس بالمناسبة. حنا هي تدريب، هي تدريب. الصلاة كتعطيك هذه القدرة ديال التدريب المستمر على أن تكون فاعلا ومنظما داخل الوقت. صحيح. فبالتالي بالتكرار هنا ماذا يتكون لدينا؟ تنكون عادة، اللي هي عادة الانضباط في الوقت. لأن إذا تغلبت على هذه العادة فنقص من النسبة ديالي الوقوع في الخسر، هذا مهم جدا هذا المعنى هذا. ثم تجعلني أصلي في جماعة، وهنا هذا المعنى متاع عاملوا بمعنى الجماعة، آمنوا بمعنى الجماعة، تواصوا بمعنى الجماعة. فهو تنظن بأن فاعتقادي أن أول خطوة خص الآباء أو الأمهات أو المربين ينتبهوا لها في تفعيل الوقت، في التنبيه للوقت، هي الصلاة. يعني قبل أي مخطط الصلاة هي الطريقة بداية التدريبية العملية. نعم. كتخليك في انسجام مع الكون. نعم. في انسجام مع ذاتك، وكتعطيك هذه المسألة دي البركة. لأن كلما تحدثنا عن الوقت إلا ونقول هذا الزمن مبقاش فيه البركة. نعم. الوقت مبقاش فيه البركة، فالبركة تذهب مع إهمالك لأسبابها في بدء يومك بما يعطيك هذا بشكل البركة مناسب وشكل جيد. آخر كلمات يعني من خلال. نعم. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لكن في أقل من دقيقة لأن أنهينا وقتنا. إذن لأن ما نبغيوش نبقاو في الدائرة الداخلية ديالنا، نبغيو نعددوا النسخ ديالنا متاع الإنجاز، النسخ ديالنا متاع، فما تنبغيوش النجاحات ديالنا تبقى عندنا فقط، فنوصي الآخرين أيضا بها، نوصيهم بالحق. وهنا الحق قد تكون الحقيقة، لمثلا من أمثلة الحقيقة إن الإنسان لفي خسر، خصنا ندوزوها للآخرين يوعوا بها. ثم قد يكون الهدف، فنتكلموا الآخرين على الهدف من الحياة، لم نخلق عبثا وإنما هناك هدف. قد تكون أكبر حقيقة هي الكتاب الذي بين أيدينا، وخصنا نرجعوا ليه باش ناخذوا منه الحقائق، لمنها إن الإنسان لفي خسر. ثم تواصوا بالصبر، لأنه الحق ليس سهلا، هو ثقيل على النفس، قد يستثقله الآخرون، فخصنا نصبروا معهم باش نوصلوا لهم هذه الفكرة. إذا كان شوية الوقت أضيف المعنى الثالث والأخير من معاني العصر اللي خليناه للآخر. الإنسان يقدر يكون سمع الآن إن الإنسان في خسر، ولكن يقول لك توصلت بهذه المعلومة بعد فوات الأوان، كيف أصنع؟ نقولوا له تنبه، هنا القسم بالعصر، والعصر هو ديك الوقيتة اللي بين زوال الشمس وبين وقبل غروب الشمس، وهي وقيتة مناسبة لأنصحك فيها، حيت مازال ما وصلش غروب الشمس، مازال عندك الوقت فين تنجز. واذا جاك البالك وجاك الاحباط وقلتي لي ما بقاليش بزاف ديال الوقت من العصر الى نهايه اليوم لانجز، وقد يكون العصر هو عصر الحياه ديالنا والعمر. نعم. ديالنا بطبيعه الحال المشاهدين يفهموا هذا الامر هذا. فنقول لك انتبه، هناك قاعده ونبغي نختموا بها لمهمه جدا وتعطي البشره لنا، كي القاعده نتاع قانون باريتو، هذا تنستعملوا في المشاريع. بالمناسبة الحياة عبارة عن مشروع، واليوم عبارة عن مشروع. فشنو تيقول هذا القانون هذا؟ تيقول بأنه ب20% من الأسباب المتوفرة لديك قد تحقق 80% من النتائج، بمعنى 20% الزبائن اللي عندك قد تحقق معها 80% من رقم الأرباح. البشرة غادي نختمو انت في وقت جيد للإنجاز، لم يفوت الأوان وبعد. صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحليم رقراقي المستشار الأسري والتربوي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة بحول الله، في أمان الله.